يعني انت اخترتي عيلتك يا مهيك صح؟ ما بعرف شو اللي صار لي، وقت فكرت انك بتهتمي فيني وبعيلتي بس للأسف طلع مو هيك، تغيرتي. شوريا بترجاك مو مشكلة مهيك، كتير عادي. يلا روحي روحي جربي تفوزي مع عائلتك. يلا أنا ما عاد رح أعتمد عليكي أبداً، رح أشتغل إنك ما تفوزي بالمسابقة. لأنه أنا شوريا كنا، بوعدك بهذا الشيء.